يلتحق فينا عبر سكايب الدكتور محمد الزهراني، أستاذ تقنية المعلومات والمساعد والمؤسس لموقع ون نيشن وتطبيق لوكال جوي. حياك الله معنا. بداية، وش اللي خلاك تفكر بهذه الفكرة؟ حياكم الله جميعا، ويعني شاكر لكم استضافتكم، يعطيكم ألف عافية، والشكر موصول للمشاهدين والمستمعين. احنا بدينا الفكرة طبعا بحكم تواجدي في المملكة أثناء ابتعاث دراستي في الخارج، وكانت يعني فرصة للتواصل مع أصدقائي من جنسيات مختلفة خصوصا في شرق آسيا. حبيت أنه نكسر حاجز اللغة ونوصل الصورة الصحيحة عن الثقافة العربية وعن الدين الإسلامي وتدريب الدولة في كل المجالات. نعرف أنه في ستوري تايب عن العرب، عن الأطفال، عن الإنجليز، عن الصينيين. هذا بيكسر الحاجز وبيوصل. دكتور معليش بعد إذنك، صوتك مش واضح، هل أنت قاعد تستخدم مايكات؟ أفضل تستخدم سبيكر أحسن، يعني إذا حسيت أنه السماعات. أنا قاعد أستخدم السماعة. أيوة ممتاز، كذا أحسن بكثير، ممتاز. أي. فهذا كان هدفنا الأساسي، أنه نحاول نوصل الصورة الحقيقية ونحقق الآية، وقال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. جميل. نعم. جدا. طيب أنت قلت لنا الآن السبب اللي خلاك يعني تحدث هذا التطبيق، الآن قلنا طريقة استخدام هذا التطبيق وكيف طريقة التواصل بين الشعوب. طيب التطبيق طبعا في الأساس يستهدف ثلاث أنواع من المستخدمين: الكتاب أصحاب المقالات، المترجمين، وأيضا القراء أو متابعين هؤلاء الكتاب. الكاتب يكتب المقال باللغة اللي هو يبغاها في مجال معين، ثم تعرض خدمات الترجمة لهذا الكاتب لترجمة المقالات المتميزة وتوصيلها للكتاب اللي من جنسيات أخرى، كانوا أسبان أو إنجليز أو صينيين وما شابه، وبالتالي نكسر حاجز اللغة وتصل الثقافات وتتمدد الجسور بين هذه الشعوب والأمم مختلفة اللغات والثقافات. طيب هل يوجد مدققين للغات الموجودة عندكم أو أي مقال يطرح؟ طب. بطبيعة الحال المترجمين هذا دورهم التدقيق اللغوي والترجمة أيضا مقابل يعني خدمات مدفوعة من قبل الكتاب. جميل جدا. طيب سؤالي الآن، أعمار الناس اللي قاعدة تستخدم التطبيق تتراوح من كم لكم؟ أكيد في إحصاءات سويتوها. أعمار المستخدمين التطبيق طبعا أنت عارفة أنه هذا النوع من أنواع التطبيقات يستهدف كتاب ومتابعين لهؤلاء الكتاب ومقالات ومترجمين، فبالتالي يعني لن تكون محصورة يعني على إلا على نخبة معينة في مجالات معينة، فبالتالي يعني ليست مثل مواقع التواصل الاجتماعي التي بإمكانها أن تحتوي على أعمار مختلفة وطبقات مختلفة. برضو ما جاوبتني على سؤالي. يعني نقدر نقول بالتحديد إحنا ما عندنا رقم محدد، ولكن نقدر نقول يعني الكاتب الكتابة مطروحة للجميع، ممكن نبدأ من 20 سنة إلى يعني 50-60 سنة. طب جميل جدا. قاعد تفكر تحدث تطبيقات جديدة ممكن تأخذ شريحة أكبر من المجتمع؟ التطبيق الثاني اللي احنا نعمل عليه وبدأنا في بعض النشاطات Local Joy KSA، هذا حسابنا في إنستغرام، تويتر، سناب شات. هذا تطبيق سياحي يربط بين السياح وبين المقيمين لخدمات الأدلاء السياحيين بطريقة خاصة، إن يكون عندك Private Guide أو دليل خاص فيك يوجهك لأماكن معينة أو اهتمامات معينة حسب اهتمامك المشترك مع هذا الشخص. ويعني هذا منتج آخر يعني أو تطبيق آخر تحت أنشطة الشركة المرخصة والرسمية. جميل جدا. طب إيش شروطكم لأي واحد، يعني مثلا أوبر أي أحد معاه سيارة وحط فيه الآي دي حقه خلاص ممكن يكون سواق أوبر ويدخل على التطبيق، إيش تكون شروطكم أنتو؟ أحسنتي، أنت جاوبتي بدالي. يعني إحنا ما عندنا شروط، إحنا شروطنا أن يكون عندك اهتمام مشترك مع السائح هذا اللي جاي ولغة مشتركة، أنك تجيد اللغة مثلا الأسبانية إذا أنت بتخدم الأسبان، وعندك اهتمام مشترك أنك مثلا لك خبرة في الأندية الرياضية، لك خبرة في المطاعم الصحية، لك خبرة في المتاحف. يعني مش هي ما هي محصورة فقط على المرشدين السياحيين المرخصين، وإنما الجميع بإمكانه أن يشارك في مثل هذا التطبيق. جميل جدا. ويكون طبعا الدفع مثل تطبيق أوبر
يكون مشترك وعلى نسبة عن طريق نسبة. جميل جدا. يعني أنت قاعد تشجع الجميع، أي أحد عنده اهتمام معين ممكن يشارك في تطبيقكم، صحيح؟ بالضبط، وخصوصا المترجمين، فإحنا بنوفر في تقليل يعني نسبة البطالة وتوظيف الناس ويعني مشاركتهم في توضيح الصورة الحقيقية للمجتمع وللبلد والأماكن الجميلة اللي موجودة، وأيضا استقطاب المترجمين المتميزين الموجودين في المملكة. وإحنا سعيدين نتكلم على كذا تطبيقات ومشاركات من أبناء البلد وعندهم أهداف نبيلة مثل ما تفضلت. شكرا لك. تسلمين. العفو، يعطيك ألف عافية وشكرا لكم. الله يعافيك.